بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام متداول على تويتر خطير جدا بالنسبة للسعودية. أنا عادة ما بحبش أنقل أي كلام من مواقع التواصل الاجتماعي إلا لما أكون متأكد جدا من أنه هو حاصل، لكن المرة دي هنقل لكم الكلام وله شواهد قوية، لكن هو لم يذكر في أي جريدة رسمية لحد دلوقتي. الموضوع ده يا سيدي مرتبط بمحمد بن سلمان، ويبدو أن في خلاف بينه وبين أبوه، ويبدو كمان أنه هو يعني أخفى أمه بشكل قصري. ده الكلام اللي بيتردد، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ في الحقيقة في شواهد للموضوع. إيه هي الشواهد؟ أهم شاهد وأقوى شاهد في الموضوع ان الملك سلمان ليه اكتر من سنة ما بيظهرش على اي موقع ولا في اي مناسبة، حتى في اجتماع دول الخليج، حتى في اجتماع يعني مناسبة البيعة، يعني امور مهمة المفروض بيكون ظاهر فيها، لكن هو في الحقيقة ما ظهرش ليه اكتر من سنة، يمكن سنة وشهرين ثلاثة او حتى ممكن اكتر من كده على وجه التقريب. طيب الملك سلمان ما بيظهرش ليه؟ ما هو الملك سلمان ممكن يكون ما بيظهرش لان هو مريض جدا، ده احتمال، وممكن يكون ما بيظهرش لان فعلا محمد بن سلمان منعه من الظهور، وما اعتقدش ان في حل ثالث. طيب موضوع ان بن سلمان يعني منع امه من الظهور من زمان او اخفاها بشكل قصري ومنع عنها زيارات، والا بقى في حدود يعني ضيقة ما خلاش تظهر في المناسبات مثل عادة الملوك القديمة ان زوجاتهم بتطلع يعني في اعمال خيرية وفي مناسبات خيرية وحاجات زي كده، طبعا دي ما شافتش النور اصلا ابتداء. المهم سيبك من حتة ان هو اخفى امه، دي مسائل عائلية الله اعلم اصلا حصلت ولا لا، لكن برضو ملهاش اي ظهور وكده، وده شاهد من الشواهد القوية. يعني المواقع اللي هي بتعاند ابن سلمان وبتتكلم عليه في التويتر وفي الامور دي، على الاقل خالص كان الذباب الالكتروني السعودي يقدر يخليها تاخد الوسم اللي هو بتاع ايه، محتوى مضلل او كده، لكن مفيش اي حاجة من دي حصلت. خلينا نرجع، هل هناك خلاف بين سلمان وبين ابنه؟ ده احتمال على فكرة مش قليل. ليه بقى؟ لان انا عايز ارجعكم بالذاكرة شوية للخلف لما اردوغان زار قطر. هتقول لي ايه دخل اردوغان في زيارة قطر في محمد بن سلمان؟ هقول لك، ما هو في اثناء تواجد اردوغان في قطر محمد بن سلمان كان هناك في قطر. الذباب الالكتروني السعودي بيقول لك ان اردوغان طلب لقاء محمد بن سلمان، لكن الاجندة بتاع محمد بن سلمان كانت مشغولة ولم يجد وقت كافي عشان ان هو يقابل اردوغان، واعتذر له امور زي كده. طبعا كلام فاضي. واولا انت مين اللي اردوغان هيطلب لقائك؟ وبعدين انت ايه اللي وداك في الزيارة غير معلن عنها اصلا، واردوغان الزيارة بتاعته معلن عنها قبلها بفترة ورسمية واخدة كل الانطباعات، وانت مرة لمؤاخذة كده يعني طلعت منها زي، مش عايز اقول بقى يعني زي فرقعة بتطلع من الرجل كده في وسط المسجد، بيحرج نفسه وبيخلي الناس تبص له. فالخلاصة كلام مش منطقي طبعا. وبعدين انت ايه هي الاجندة بتاعتك اللي عندك في قطر اصلا؟ هو انت عامل مصانع ولا عامل استثمارات في قطر، ولا انت اصلا عملت اي حاجة في السعودية عشان تروح تعمل قطر؟ انت عملت اي حاجة في حياتك الا هيئة الترفيه؟ هيئة الترفيه يعني افساد المسلمين وافساد المجتمع، ده كل اللي انت عملته في حياتك. ايه هو اللي عندك في قطر مثلا؟ ايه هو اللي عند محمد بن سلمان في قطر خلى الاجندة بتاعته مشغولة من الالف الى الياء، وما عندوش اي وقت، وما عندوش كمان وقت ان هو مثلا يبيت ليلة كمان زيادة في قطر عشان يقابل المسكين اردوغان ولا كده؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ مش تقولوا كلام معقول يعني؟ لما تكونوا كذابين يا ايها الذباب الالكتروني، لما تكونوا كذابين طيب يعني اكذبوا بعقلانية، ما تعملوش زي الملك بهنساوي اللي بيقولك انا مستعد ارد على اردوغان ولا بتاع. فعلا بن سلمان وبهنساوي فعلا بيرقصوا في العتمة ومحدش داري بيهم. انا مش عارف اقعد ادور يعني هو مشغول في ايه. هو انت حالتك غير هي حاملة العاهرات؟
تركيا بتعمل حاملة الطائرات وبتنزل حاملة الطائرات في المية، وانت الوقت ما عندكش في كل الاموال والتريليونات دي ضيعتها، ما اشتريتش حاجة في البحر تحمي المملكة ولا كده، ما عندكش الا هي حاملة العاهرات بس. حاملة العاهرات دي يا جماعة اللي هو اليخت بتاع محمد بن سلمان، لانه ما بيشيلش غير عاهرات فقط. على فكرة تعبير حاملة العاهرات دي اخ كتبوه لي، دي مش من بلات افكاري بس عشان الملكية الفكرية، جزا الله الاخ خير الجزاء. فطبعا مسألة مش منطقية ان احنا نقول ان محمد بن سلمان مشغول جدا وعنده بقى عمال يتفقد المصانع، وبعدين الادارة القطرية كلها كانت مشغولة مع اردوغان. انت بتقابل مين في قطر لما هم الادارة الامير تميم والوزير الخارجية وكل ده مشغولين مع الادارة التركية؟ يبقى انت بقى بتقابل مثلا الاصطف اللي هو تحت خالص، يعني نائب وزير خارجية ولا ممكن بواب ولا فراش في وزارة الخارجية. يعني انا عمال ادور له على حاجة افترض فيها ان هو كان بيعمل شيء او كده، في الحقيقة مش لاقي اي حاجة ان انا احسن بيه الظن فيها ابدا. هو كان هناك وقابل اردوغان على الارجح، والمقابلة كانت سرية على الارجح، واللي اردوغان طلبوا منه هو مش عايز يعمله. طيب ايه هو طلب اردوغان من محمد بن سلمان؟ انا اعتقد ان اردوغان جابها له بصراحة كده بعد ما وراله بقى التسجيلات والفيديوهات، وقال له انت لابس القضية بتاع جمال خشقجي من الالف الى الياء، ولكن انا مش هقدر احميك ومش هقدر ان انا يعني افقد البعد الاخلاقي عشان خاطرك، لكن انت الوقت تنسى انك انت تكون ملك السعودية، وكمان حتى ولاية العهد دي حاول تخلع منها، المهم انك انت تخلي التعامل بيني وبين ابوك. عارف كده ام واحد يقول للواحد يبقى سلم على بابا يا حبيبي وبقى خليه يتصل بي او كده. اعتقد ان اردوغان عمل فيه الحكاية دي. فطبعا الواد لانه هو ارعن ما يعني خلاص مش طايق الاستفزاز دوت، ومش طايق الطريقة ديت وكده، وبعد كده راح قلب، وده هو اللي بيعرقل عودة العلاقات السعودية التركية الى مجرى طبيعي. وانا قلت لكم قبل كده ان امريكا بتسلم المنطقة للاتراك، لان لو ما سلمتش المنطقة للاتراك اللي هيستلمها رغم عن الامريكان بقى في الوقت دوت مين؟ الروس. فالاتراك بالنسبة للامريكان ارحم، لان في بينهم تبادل تجاري وفي بينهم معاملات عسكرية. يعني الاتراك زي ما هم عاملين علاقات عسكرية مع الروس عاملين كذلك مع الامريكان، بيد ان العلاقات الاقتصادية بقى مع الامريكان والغرب اكبر بكتير. فامريكا تقدر ان هي تتبادل الملفات بينها وبين تركيا بشكل كبير وكده، لكن لو المنطقة وقعت مع الروس ابقى خلاص صلي على امريكا صلاة الجنازة. الخلاصة هو غالبا اردوغان طلب منه قال له انت تطلع من الصورة خالص وتفضل قاعد في السعودية، فانت احسن حاجة تخرج من الصورة. الوقت طبعا غضب شديد جدا على الارجح، وبعد كده بدأ يعمل الحاجات دي. وبعد كده يا ابو الشباب هو اصلا يعني يعتبر خطف ابوه، يعني اخفاه قصريا يعني خطف، وعمل كده في امه قبل كده. هيجي يدور على السعودية ولا على مصلحة السعودية ولا على مصلحة المسلمين ولا على الامور دي؟ طبعا مش هيعمل كده، لكن الامريكان في نهاية المطاف هيقولوا له لم نفسك واسمع الكلام اللي عمك اردوغان مصمم عليه، لان هي المفاوضات كمان في تسليم المنطقة متعثرة بين الاتراك وبين الامريكان. واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.